سلام سلام، يا رب كامل تكونوا بخير. واليوم في هذا الفيديو رح نشارك معكم منتجات كنت شريتها بسبب السوشيال ميديا او بسبب مدح الغير ليها. انا حالي حالكم نشوف الحاجة نتأثر نتحمس نشريها نجرب. الفرق الوحيد بيني وبينكم انا نجي ونقولكم هذه الحاجة تستاهل، عجبتني ما عجبتنيش، ولا بالاساس ما ترموش درهمكم فيها. حمسوني. نبدأ لكم بأول منتج كنت شفته في كل مكان على السوشيال ميديا وشفت عليه مدح كبير، ونقدر نقول لكم للأسف مبالغ فيه، اللي هو هذا المرطب شفاء ديلي كير ولا ليبال من عند شركة أمريكية مخضرمة، والغريب أنها مختصة في إصدار منتجات العناية اللي اسمها شركة كارميكس. أكيد تأكدت أنه المنتج اللي عندي أصلي وفي منه عدة أذواق. الكرز الفخاز هو اللي عندي، اللي جربته يعطي لمعة كما تحطي أي جلوس، لكن بعد نص ساعة راح تلاحظي يتقشروا ينشفوا. هذا الشيء اللي صراحة صدمني فيه، ممكن الميزة الوحيدة فيه عامل حماية من الشمس SPF 15. أوكي بنات، ما كانش غالي، أنا شخصيا كنت شريته ب 65 ألف، في بعض المحلات يبيعوا حتى 75-85 ألف. نقول لكم ما كان له ترموا درهمكم فيهم، من الأخير ما يستاهلش حتى 20 ميل. بالأول والأخير أنا كنت حابة منتجات تكون بديلة للماركات اللي كنت مقاطعتها الخاصة بمرطبات الشفاء، كنت نستخدم على مدار السنين ميكسا نيفيا ولا لابيلو، هذه الثلاث شركات اكيد راني قاطعتهم. المنتج الثاني اللي هو الجواشا، هذا المنتج اللي ما فيش فيديو سكين كير يفوت علينا الا ونشوفوها ضمن منتجات العنايه في فيديوهات سبا، فيديوهات البيوتي سنتر، لانه هي هذه الاداه اشتهرت بعد اللي ظهر الجاد رولر، والمليح فيها شكلها المميز اللي يناسب اجزاء الجسم. هذه الاداه اللي ما يعرفوهاش هي خاصه بالمساج، نعملوا مساج للوجه ولا لكامل الجسم. ميزتها شكلها اللي جاي شبيه بالقلب بالحدود الملساء المصممة، بحيث انها تعمل مساج بلا ما تأذي البشرة، لانه كما شفنا حوافها مصقولة بهذه الطريقة. واش هي الفوائد منها؟ قبل ما نعرفوا فوائد الجواشا، ضروري البنات تعقموها وتحرصوا على تنظيفها بصفة مستمرة قبل ما تحطوها على وجهكم. يديكم يكون نظاف، هي تكون نظيفة، وبشرتكم تكون نظيفة، واكيد حطيها على بشرتك الا بعد اللي تحطي سيروم ولا زيت. لازم تعرفوا اتجاهات الصحيحة لعمل مساج، لازم تضغطي شوية وش راح تعمل لك هذا الجواشا. الجواشا اول حاجة كي نقولوا مساج دايما نقولوا تجديد ولا تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تتجدد خلايا بشرتنا. ثاني حاجة البنات، احنا كامل بعد سن 25 ولكن حتى قبل تبدأ تظهر فيه خطوط رفيعة على بشرتنا، تظهر فيه الخطوط التعبيرية، ممكن تزيد حدتها مع الوقت ومع اهمال البشرة. فاستخدام هذه الاداة بطريقة صحيحة راح ينقص لنا ولا يقلل من هذا التجاعيد، وممكن حتى يساهم في شد البشره. ثاني اللي يعانيوا من الذقن المزدوج ويحبوا حلول، حتى فيديوهات شفنا نتائجها بعد اللي داوموا عليها ساهمت في نحت الوجه بطريقه ممتازه. والمعلومه الاخيره، راح تسرع امتصاص البشره للزيوت ولا السيرومات ولا الكريمات اللي نحطوها. هل عجبتني ولا لا؟ هل ننصح بها ولا لا؟ وي ننصح بها. المنتج الثالث، عندنا فتره في مجال السكين كير نسمعوا دبل كلينزينج ولا نسمعوا الكلينزينج اويل او الغسول الزيتي. لما نقولوا غسول الزيتي فكرته ممتازه بنات، يخلي البشره تنظف بشكل كبير. المهم نحاول نبسطها لكم. تخيلوا معايا انه هو ماده زيتيه ولا خلينا دهنيه، دورها انها تكسر الدهون اللي في بشرتك. طريقته الصحيحه لازم تحطيه على بشره تكون جافه، واكيد هو ينحي اي مكياج خاصه ووتر بروف. عاود رجعت مانيش عارفه وين حبست، او واقي الشمس اللي يكون ووتر بروف، او خاصه الانواع اللي تكون ووتر ريزيستنت يعني تكون مقاومه للماء. باخر اليوم ممكن تحطي كميه منه على يدين يكونوا جافين، بشره تكون جافه، اعملي حركه دائريه على وجهك بلطف. تركيزك يكون اكثر على المناطق اللي تكون فيها دهون اكثر، رؤوس سوداء اكثر، تستقر فيها الشوائب اكثر، خاصه الناس اللي عندهم رؤوس سوداء في الانف. راح تلاحظوا بعد اللي تعملوا حركات دائريه على الانف الرؤوس السوداء تظهر بين اصابعكم، راح تلمسوها، وهذا هو الجيد في الغسول الزيتي. المعلومه اللي لازم تعرفوها، ضروري بعده تشطفيه مليح بالماء. كاين اللي يقول لك هل عنده بديل ما عندوش بديل، خلي هذا الموضوع نحكي عليه بالتفصيل في فيديو جاي. فكره الكلينزينج اويل، هل هو ترند في عالم سكين كير ويروح؟ هل هو منتج اساسي ولا لا؟ هل يستاهل نرموا عليه دراهمنا ولا
لا، وجوده الفتره الاخيره وانتشاره بشكل كبير سبب اتجاه الناس نحو كوريان سكين كير برودكت، زياده انتشار فيديوهات السكين كير على منصات السوشيال ميديا. هل هو منتج اساسي ولا لا؟ ما نشوفش انه منتج اساسي، ممكن يكون حل للناس اللي يحطوا مكياج بزاف ولا بشرتهم دهنيه بزاف ويعانيوا من الرؤوس السوداء، لكن تعتمد عليه وحده مش كافي. اذا كانت ميزانيتك تكفي انك تشري هو وتشري معه غسول مائي، نقول لك ممكن تستخدميه. ماهوش منتج رفاهيه لكن ماهوش منتج اساسي، فهمتوا قصدي؟ ما نكروش اغلبنا حصلوا في الغسول العادي اللي ابسط غسول ممكن يكون بعلامه ولا ماركه مليحه، راه يدير 200,000 170 180، ما بالك تروحي تزيدي ثاني منتج اخر يدير 200 ولا 340. فهذه حاجه نشوف انها على حسب مقدور كل واحده فينا وماهيش اساسيه. خليني نقول لكم انه ممكن تعملي غسول مزدوج بلو ميسيلار ولا الماء الميسيلار وعادي، يعني ما كانش حاجه اضافيه، ما عدا انه ممكن تشوفي الرؤوس السوداء في يديك بسبب ماده وتركيبه الغسول الزيتي اللي ممكن ما نشوفوهاش في لو ميسيلار. فرشاه سيليكون الخاصه بمساج فروه الشعر، ما فيش فيديوهات هير كير ولا فيديوهات عناية ما فاتش علينا. هاد الفرشات في الغالب يختاروها البنات باللون الكيوت، اللون البينك، في عدة ألوان وفي عدة أشكال وفي عدة ماركات، هي فكرتها واحدة. لكن الحاجة اللي نقولكم احذروا منها، لما تقرروا تجيبوها وانتم تشرو فيها ما تشروش الأنواع اللي راح ترموا دراهمكم فيهم. بالأكيد في بعض الأنواع اللي تكون شفافة فيها غليتر، خلينا نقولوا أسنانها من البلاستيك كما المشط اللي مشطوا به شعرنا، بينما هي اللي صحيح أنك تستخدميها بغرض تعملي مساج لفروة شعر ضروري تكون من السيليكون. يعني أسنانها لما تحطي إصبعتك تحسي أنها تتحرك بسلاسة، خلينا نقوله، ومع الضغط أكيد ما رحش تلحق لك ضرر بفروة شعرك، لأنه أي ضغط رح تخبشي الفروة الشعر وبالتالي ممكن تتهيج، ممكن يجيك حبوب، يجيك حتى هذيك القشرة الفطرية وعدة مشاكل أنت في غنى عنها. لما تختاري الفرشاة الصح ضروري تعرفي استخدامها بطريقة صح. أول حاجة لازم تعملي حركات فوق لتحت وتعاودي تنزعيها من شعرك، تعاودي بهالطريقة اللي راني تحاول تصورها لكم هكا في الفيديو. الطريقة الخطأ هي تعملي حركات دائرية بحيث أنك كيما نقولوا تخربي شعرك وتنتفيه، فهنا راح تستلحقي ضرر بالفروة وحتى بالشعر، فأكيد راح تنتفي شعرك من بصيلاته. فأكيد طريقة صح أنك تعمليها كيما ديرما رولر، تحاولي تحطيها تمشيها لفوق ولتحت او يمين او يسار وتنحيها وتعاودي تبدلي، خلينا نقولوا المكان، مش تنتقلي بشكل مساج وحركات دائريه. ممكن الرجل يقدر يدير هذه الطريقه اذا كان شعره قصير، يعني مش راح ينضر. هل ننصحكم بها؟ هل تكون خساره دراهم؟ وي، كي تكون بالنوع الجيد وبطريقه الصح ماهيش خساره دراهم، لانه فوائدها عده. ينشط الدوره الدمويه وبالتالي راح يسهل امتصاص السيروم او الزيت، مثلا زيت اكليل الجبل، بطريقة أسرع وأسهل. وثاني حاجة راح يخلي الزيت تكون بدرجة حرارة اللي ممكن تمتصه البصيلات بطريقة أسهل. شيء آخر أنه ممكن يزيل لك أي ترسبات اللي تكون عالقة على فروة الشعر، يعني أكيد يعمل لك تقشير مع على لطف، ممكن تكون كاين شوائب ناتجة عن تراكم مثلا منتجات العناية بالشعر بصفة عامة، خاصة لما تستخدميها أثناء الشاور ولا في وقت الدوش. وثاني على شعر جاف ممكن تعملي حركات دائرية، أكيد ممكن يكون عندك قشرة فرح يساعدك أنه تخلصي من القشرة اللي تكون عالقة على فروة شعرك. راح نحكي على حاجات أخرى شفتوهم في السوشيال ميديا، إن شاء الله تستفادوا منهم. إذا كنتوا جداد ما تنساوش خلوا لي لايك، ممكن تشاركوا هذا الفيديو، ما تنساوش تاني أنكم تشغلوا جرس الإشعارات، لأنه نسبة كبيرة منكم ما همش عارفين أصلا أني نزل في فيديوهات بشكل مستمر. روحوا للفيديوهات السابقة لعلوا تلقوا فيديوهات قدرت تفيدكم. تهلاو في روحكم، في أمان الله.